سليم العباطش أمينا عاما جديدا للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد تزكيته من قبل الأغلبية الساحقة في أشغال المؤتمر 13 للاتحاد. بتعليمة من الوزير الأول نور الدين بدوي، انشغالات المواطنين والعاملين بالإدارات والصناديق المحلية محور متابعة لجنة وزارية مختصة بالوادي. ضمن فعاليات معرض الجزائر الدولي نقف عند الاستراتيجية المتبعة من المؤسسات الاقتصادية الوطنية لخوض التنافسية الدولية وولوج الأسواق العالمية. نشرة والأخبار، أهلا بكم. في الحدث النقبي زكى أمس بالأغلبية الاتحاد العام للعمال الجزائريين العباطشة سليم أمينا عاما جديدا للاتحاد، وهذا خلال أشغال المؤتمر 13 والذي شهد مشاركة أزيد من 500 مندوب يمثلون هياكل الاتحاد عبر الولايات. العباطشة نقبي شاب جاء انتخابه نتاج نداءات التغيير التي خرج من أجلها مناضلو الاتحاد والعمال، وهو المناضل منذ تسعينيات القرن الماضي. شغل منصب الأمين العام لفيدرالية عمال الصناعات التحويلية والعديد من المناصب بالأمانة العامة للاتحاد. العباطش عرف بمواقفه النضالية الرافضة للقرارات التي تمس بالاقتصاد الوطني، ويحمل طموحات لبعث نفس جديد وسط العمال الجزائريين وإرادة لحماية المؤسسات الاقتصادية الوطنية من خلالهم ودفع الاقتصاد الوطني. هذا وتم قبل قليل انتخاب أعضاء الأمانة الوطنية ليعقد بعدها الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم العباطشة ندوة صحفية، ثمن من خلالها دور الجيش الوطني الشعبي في مرافقة مسار مكافحة الفساد، داعيا إلى النضال لتحقيق مزيد من المكاسب للطبقة الشغيلة. المؤتمر الوطني 13 للمركزية النقابية بداية مرحلة جديدة بتحديات ورهانات تحمل آفاقا وأمالا لصالح الطبقة الشغيلة. طه بليدي. بأشغال المؤتمر الوطني 13 ومخرجاته، ترسم المركزية النقابية آفاقا جديدة كما رسمتها في كل المنعرجات التاريخية التي مرت بها. اليوم وهي تنتخب أمينها العام الجديد، تستعد لمرحلة جديدة لتواجه تحديات مرحلية منها العميقة الاستراتيجية والآنية التكتيكية، وهو ما سيضمن لهذا الفاعل الاجتماعي الاقتصادي الدور الأنسب والمطلوب. سيكون لزاما على المركزية النقابية أن تواصل دورها في الدفاع عن الحقوق المهنية لليد الكادحة الجزائرية ضمن نطاق من الرشادة والواقعية وبموازين غير مخلة ولا مقلة. سيتوجب على لوجيتيا أن تكون في المرحلة المقبلة في مستوى تحديات التأسيس لمرحلة جديدة عمالية فحسب، بعيدا عن التنازلات التي تجعل منها تابعة للرأس المال الفاحش ورب العمل المستغل، وأن تراجع تحالفاتها التي لمست الشبهة أو التورط أو الفساد. على الجهود الجديدة أن تعيد قاطرة النضال العمالي إلى سكته، وتقترب من الوطنية الحقيقية، وأن تبتعد به عن التموقع السياسوي. فقط التموقع الوحيد المسموح للاتحاد العام للعمال الجزائريين وفي هذه المرحلة الفاصلة خندق الوطن والاقتصاد القوي والعزيمة التي لا تنهار. يا أيها العمال الجزائريون اتحدوا، فلئن اتحدتم فسيكون بمقدوركم تحريك المكائن في المصانع والحاصدات في الحقول
وينقلب الوارد صادرا نحو الأفق. يا أيها العمال الجزائريون، الآن فقط كونوا السند والمدد. إلى مجال الشغل، وبهدف الاطلاع على تسيير قطاع هياكل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على مستوى ولاية الوادي، وقفت لجنة وزارية واستمعت إلى أهم انشغالات المواطنين والعاملين بالإدارات والصناديق المحلية، بالإضافة إلى متابعة التوصيات المنبثقة عن لقاء العمل حول التشغيل بالجنوب. التغطية لعبد الوهاب دحماني والتقرير لإلياس خديجي. عندي مشكل توكير، راني جاي على طفل اختي ها امي بنوت، وعندي طفله اخرى هنا، فتحت لها النهار هنا الكرت شفاها، هبطت صندوق ضمان اجتماعي غادي لتحت، قال لك الملف تاعك راه في الشط هنا، جينا هنا للشط وكيه هانا مشينا عارفين عليها، هاي عاد هذه وين؟ قلت لك لا، معناها بالله راه الملف تاعك بالله راه في الواد غادي لتحت، عاود الانسان يطلع ويهبط. لا مركزة الإدارة في قطاع العمل التشغيل والضمان الاجتماعي من بين أحد مطالب ساكنة ولاية الواد، انشغالة وأخرى سجلها وفد الوزارة الوصية المنوط بمعاينة المصالح المعنية. هذه اللجنة الوزارية اللي جت اليوم في زيارة ميدانية هي تندرج ضمن تجسيد تعليم السيد الوزير الأول مؤرخة في مايو 2019 متعلقة بتفعيل اللجان الولائية اللي ترأسها السادة الولات من جهة، ومن جهة أخرى هي متابعة التوصيات اللقاء الوطني، استمعوا لانشغالاتهم ومشاكلهم ونبلغوهم التوصيات فيما يخص يعني العمليات التي تنبثق عن تجسيد التوصيات المتعلقة باللقاء الأخير، يعني المتابعة الميدانية دائما في إطار يعني تقريب الإدارة من المواطن، التكفل بانشغالات المواطنين. شق آخر يعنى به شباب الولاية، وهو الاستفادة من آليات التشغيل والتقليص من البطالة، حيث عينت اللجنة مدى فعالية هذه الآليات والاهتمام بخلق فرص عمل تراعي طابع المنطقة. نسبة البطالة هي في انخفاض مستمر، هناك جهاز خلق إنشاء المؤسسات المصغرة متمثل في جهاز كناك وأنساج، حيث بلغت حوالي يعني مجموع المؤسسات المصغرة لمنشأة في هذا الجهاز منذ بداية الأجهزة هذه حوالي 6000 مؤسسة مصغرة. هناك شباب موجه أساسا إلى قطاع الفلاحة عن طريق إنشاء مؤسسات مصغرة. إرادة الدولة في مرافقة أبنائها فيما يتعلق بالتشغيل لا غبار عليها، وعزيمة الشباب مطلوبة لتحقيق المبتغى. إلى فعالية معرض الجزائر الدولية المتواصلة والتي تميزت بحضور لافت للمنتوج الجزائري الذي أصبح ينافس المنتوج الأجنبي بفضل الاستراتيجية التي اعتمدتها العديد من المؤسسات الاقتصادية من حيث المعايير والضوابط التي من شأنها استقطاب الزبون. وليد صاري. الصناعات التحويلية أضحت اليوم منتجات تنافسية وفرضت وجودها في السوق المحلية بفضل النوعية والجودة التي انتهجتها المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في عدة تخصصات. شاركنا في معرض الجزائر الدولي طبعا سنة 2019، شاركنا طبعا بمنتوج مربى ديليسيا فروي، عندنا منتوج اللي بقى منتوج طبيعي بدون ملونات بدون نكهات اصطناعية. احنا التمسنا شيء من درجة الوعي لدى المستهلك الجزائري بحيث اصبح يعني حساس لما كل ما هي مضافات كيميائية ذات طابع يعني الصناعي ليس الطبيعية، وكل ما هو يعني كل ما هو يتعلق بدرجة السكر في المنتجات. اللي رانا نلاحظوا في هذه السنوات الأخيرة ان المنتوج الجزائري اصبح ذا جودة ما حتى من حيث لي زومبالاج اللي راهم يديروهم. النوعية الرافعة للمنتوج الجزائري لقت استحسان لدى المستهلك الجزائري في المعرض الدولي. المنتوج الوطني راه في تطور ماشي كيما بكري. المنتوج تاعنا الوطني ماذا بينا احنا نعاونوا ليكونومي تاعنا. جو ديغي كو لو برودوي اي كومبيتيتيف بارابور او زوت بي. مي اون سكي كونسيرن لا اوت غام، بوتيت ا بوتي سارتان برودوي سامبلون دون لا ريجيون ناسيونال. اي اون اسبير كو لي برودوي كونتينيرون سور سيت لونسي. منتوجات بهذه المعايير العالمية تتطلع إلى الأسواق الخارجية للتصدير بعدما حققت مكانة في الأسواق المحلية. وللمزيد من المعطيات حول جديد معرض الجزائر الدولي ينضم إلينا الزميل قدور جوابي. قدور أهلا بك، ماذا عن برنامج اليوم؟
اهلا ياسمين، المعرض الدولي عرف اليوم تواجد كبير للجمهور للاطلاع على مختلف المؤسسات والمنتجات سواء المحليه او الاجنبيه. كما عرف ايضا المعرض اليوم ندوه صحفيه لوزير التجاره اكد فيها على اهميه منطقه تبادل الحر الافريقيه لتبادل المنتجات، وخاصه ان المنتج الجزائري عرف جوده عاليه. وللتكلم عن المشاركه وعن المنتج الجزائري معي الصديق سعدي وهو مشارك بالمعرض، اهلا. اهلا اخويا. كيف تقيمون مشاركتكم في الطبعه الثانيه والخمسين؟ الحمد لله المشاركه تاعنا يعني اليوم كانت احسن من البارح، والمعرض هذا بدا يشوف يلقى يعني توافد كثير من الزوار بالنسبه للبارح وللبارح، ويعني بصفه عامه المعرض هذا تاع العام هذا كان ناقص شويه بالنسبه للاعوام اللي فاتوا، بصح في يعني في, 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 في اليوم احسن من البارح. اليوم كان الرهان على منطقه التبادل الحر، يعني تصدير المنتج الجزائري، يعني كيف هل فيه صفقات عقدتم صفقات لتصدير المنتج الجزائريين، ويعني كيف ترون يعني المنتج تاعكم والجوده تاع المنتج الجزائري مقارنه ببعض المنتجات الاجنبيه؟ يعني احنا من البنات الصمام من لا كرياسيون دي 1993 احنا نخدموا على لا كاليتي باش البرودوي تاعنا يكون بنوعيه عالميه، عندنا تولي سيرتيفيكا نيسيسار، الحمد لله خدمنا الاعوام الاولى على النوعيه، وعندنا يعني تجربه خفيفه في التصدير، عندنا اكثر من 14 عام وحنا نصدروا، عندنا ديجا نديروا التصدير لليبيا، ودخلنا في الديناميكيه نتاع وزاره الفلاحه ووزاره الصناعه يعني بصفه عامه على كل ما يكون معرض دولي نحضروا فيه باش نقدم المنتوج تاعنا للبلدان اللي شاركنا فيهم، والحمد لله عندنا تربون روتور، المنتوج تاعنا راه في نوعيه ينافس يقدر ينافس فيها المنتوجات العالميه. شكرا. المنتج الجزائري اصبح يعني يغطي السوق المحليه بالاضافه الى التسويق الى دول اجنبيه منها موريتانيا، المغرب ودول والعديد من الدول الافريقيه، وهما ما يعكس جوده المنتج الجزائري ويعكس تنمية الاستثمار بالجزائر ومناخ المناخ المستقر للاستثمار. أي تفاصيل في نشراتنا اللاحقة إن شاء الله. طبعا وهو كذلك. شكرا لك قدور جوابي ولضيفك، كنتم معنا مباشرة من قصر المعارض. أشرف المدير المركزي للمعتمدية العميد خالد عيسى الباي على حفل تخرج دفعات بالمدرسة العليا الإدارة العسكرية بوهران والتي حملت اسم الشهيد خليفة مختار مراد مزوار. بعد تفتيش التشكيلات المنتظمة بساحة التجمع من قبل المدير المركزي للمعتمدية، ألقى قائد المدرسة العليا للإدارة العسكرية بالناحية العسكرية الثانية كلمة تعرض فيها إلى المحاور الكبرى للتكوين والمعارف العسكرية والعلمية والتقنية التي تلقاها المتكونون، مما سيمكنهم من أداء مهامهم النبيلة بكل احترافية. أيها المتخرجون، بعد مرحلة التكوين ها أنتم مقبلون على مراحل أخرى جديدة في حياتكم العملية، فكونوا أقوياء بانضباطكم العسكري، وأن تحرصوا على جعل قلوبكم معقلاً لحب الجزائر، متفانين في تأدية واجباتكم والدفاع عن وحداتكم، فنجاحكم مرهون بسلوككم القويم وعملكم الجاد والمحافظة على التجهيزات والعتاد والوسائل الموجودة تحت تصرفكم. أقسم بالله الذي لا أضيف أن أكون خادماً وفياً لبلدي. وبعد أداء القسم من قبل المتخرجين تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين، ثم أعطى السيد العميد المدير المركزي للمعتمدية موافقته على تسمية الدفعة باسم الشهيد خليفة مختار، واختتم الحفل باستعراضات عسكرية عكست التنظيم المحكم والتنسيق الدقيق. We'll be right back.
على هامش حفل التخرج تم عرض مذكرات الماستر للضباط المتخرجين ومذكرات نهاية تكوين الليسانس للطلبة الضباط العاملين السنة الثالثة. وفي الأخير تم تكريم عائلة الشهيد خليفة مختار الذي أطلق اسمه على الدفعات المتخرجة. التقليص من الأخطار التي تتسبب في حرائق الغابات بالإكثار من التحسيس حول التصرف اللائق قبل وأثناء وقوع الحريق هو ما تسهر عليه مديرية الغابات والحزام الأخضر لولاية الجزائر، خاصة مع دخول موسم الاصطياف، وذلك ببرمجة حملة من النشاطات البيداغوجية والتوعوية. القائمون على هذه الحملة أعطوا شروحات وافية بغابة بوشاوي بالعاصمة للأطفال والجمعيات، مؤكدين ضرورة الحفاظ على الثروة الغابية. الإنسان هو المسبب الرئيسي في اندلاع حرائق الغابات، في تدهور البيئة إلى غير ذلك، ولهذا نحاول كل ما تكون لنا فرصة باش نوعي المواطنين، لأن وجودهم على مستوى الغابات والمساحات الخضراء يعني شيء إيجابي، ولكن لابد باش يكون تصرف نقوم به لما نكون في أماكن حساسة مثل هذا. وفي عمليات استباقية للأحداث وضمن استراتيجية سطرتها الحكومة لمكافحة حرائق الغابات، تقوم وحدات رجال الغابات لولاية البويرة بمناورات تنظيمية دورية تهدف إلى تحسين الأداء وتسهيل المهمة. جميلة موفق. الحريق راه في البداية نتاعو، الحريق راه في البداية نتاعو، إذا أمكن الإسراع، إذا أمكن الإسراع. حرائق 2017 لا زالت عالقة في أذهان رجال غابات البويرة، نيران كادت أن تلتهم البلدة بأكملها. اليوم هم بمرصاد أي شعلة صغيرة من شأنها تهدد الغابة والمدينة. كل عناصر يعني عندها تعليمات باش تقوم تدريبات، تقدري تقولي تدريبات يومية، يعني يومية على التدريبات هذه، الهدف منها هو يعني باش الناس تكون على أتم الاستعداد، ها يعني لي فوريسي تاعنا يسون ا تو مومون بري ا انترفونير. دونك عندنا الابراج المراقبه، دونك في الولايه تاعنا عندنا 10 ابراج مراقبه، من بينهم هذا البرج هذا الذي وجد في مدينه البويره، دونك مكان استراتيجي، دونك لو شون دو فيزيون تاعو يقدر يورينا النار على اساس حتى للجهه تاع الاخضريه، حتى الجهه تاع حيزر الباسان فيرسون دو جرجرا. دونك 10 هذو الابراج هذو هما اللي يعطوا لاليرت. تتربع غابات ولاية البويرة على مساحة تفوق 4000 هكتار، ولا يقتصر عمل رجال الغابات على حمايتها ولكن مواجهة الحرائق في حال اندلاعها، وهذا ما تهدف إليه التدريبات. احنا نشوفوا على حسب الرياح ونشوفوا على حسب التضاريس، مع الإمكانيات اللي عندنا درك، الإمكانيات جديد والماتيريال الجديد ووسائل متطورة الحمد لله، درك الحريق ولا ما يديباسيش ما غير نوصلوا ليه لا بروميير انترفونسيون نقضيو عليه. الريت المتنقل هذا راه عطانا يد مساعدة كبيرة 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 اللي ما خليناش الباتريمون هذا تاعنا يروح. علاقة رجال الغابة بالغابة من الصعب أن يوصف، والحريق يشكل جرحا أيضا من الصعب أن يندمل، وهذا على حساب حياتهم. تحذيرا لموسم الحج، حطت قافلة الحج المبرور التي ينظمها الديوان الوطني للحج والعمرة حطت رحالها بولاية سوق أهراس لتقديم التوجيهات والإرشادات اللازمة للمقبلين على أداء الركن الخامس. سعيد بلونيس. في بيوت أذن الله أن ترفع ويشهد فيها ضيوف الرحمن منافع لهم، على مقربة أن يؤذن فيهم بالحج ويتزود فضلا عن التقوى نصائح وإرشادات تحسبا لهذا الركن الركين من الدين. فبالأشواق نسمو، وبالأخلاق نرقى وننضبط، وبالأرزاق التي نجنيها من وراء هذا الحج نرجع إلى أوطاننا، وكلنا خير وأمل ودعاء لأن يوفق الله أوطاننا وأن يوفق الله شعوبنا لكل خير وبركة إن شاء الله. الحاج ثلايجي الحفصي أحد الذين خصهم الله بزيارة البقاع المقدسة وغيره من مستويات اجتماعية وثقافية متفاوتة،
ترجو أن تكون اللغة المستعملة في متناول الجميع حتى تعم الفائدة وتتحقق الأهداف ونستجمع أسباب نجاح هذا الموسم. من الحجاج من لم يدرس إطلاقا ولا يعرف أي أدنى معرفة عن مناسك الحج، فهذا يجب أن نبسط له عن طريق المجسمات أن نبسط له مناسك الحج، وإن استدعى الأمر أننا نستعمل اللغة العامية الدارجة ونراعي الخاصية الثانية ألا وهي اللهجات، اللغة البسيطة والمفهومة. وبارك الله فيهم، خاصة الدكتور، طلبوا ربي إن شاء الله يطول في عمر ويعجلوا ذخر الجزائر إن شاء الله. قافلة الديوان الوطني للحج والعمرة ستواصل رحلتها ليواصل الحجيج رحلة الاستعداد لأحلى رحلة إيمانية ينتظرها المؤمن. دوليا وفي شأن الفلسطيني، أصيب 81 فلسطينيا أمس بالرصاص الحي وآخرون بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات العودة السلمية شرق قطاع غزة. هذا وقبل عقد مؤتمر الجهات المانحة المقرر الثلاثاء القادم، أكد المفوض العام للأونروا أن الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تعمل على جمع 1.2 مليار دولار هذا العام لتمويل عملياتها في منطقة الشرق الأوسط. وفي موريتانيا، فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها صباح اليوم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز. وحسب معطيات للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، سيدلي الناخبون البالغ عددهم الإجمالي 1,544,132 ناخبا بأصواتهم لاختيار رئيس جديد من بين 6 مرشحين. بخصوص التصعيد في منطقة الخليج، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه ألغى ضربة ضد إيران قبل 10 دقائق من تنفيذها، وذلك بسبب اقتناعه بأن الخسائر في صفوف المدنيين ستكون فادحة بزعمه، داعيا إلى حوار غير مشروط مع طهران. التهديدات الأمريكية هذه جاءت بعد إعلان طهران عن إسقاطها لطائرة أمريكية بدون طيار الخميس الماضي داخل مياهها الإقليمية، وهو ما فندته واشنطن التي أكدت أنها كانت تحلق ضمن حدود المياه الدولية. في كمبوديا جنوب شرق آسيا، قتل 3 من عمال البناء هذا الصباح وفقد العشرات تحت الأنقاض في حادث انهيار عمارة من 7 طوابق بمدينة سيهانوك جنوب غربي البلاد. وبحسب السلطات فإن ما لا يقل عن 30 شخصا يوجدون تحت أنقاض البناية، فيما تتواصل عمليات البحث لإنقاذ المفقودين. في الرياضة وفي الحدث الكروي الإفريقي، فاز مساء أمس منتخب البلد المنظم مصر بهدف دون رد أمام نظيره زيمبابوي. هدف المباراة الوحيد وقعه محمد ترزيغي في المباراة الافتتاحية التي بدت صعبة للجانبين. أما عن مباريات اليوم فستكون كالتالي: هذا وزار وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف برناوي المنتخب الوطني بإقامته قبيل مباراته الأولى أمام منتخب كينيا، وهذا من أجل تشجيع اللاعبين وتحفيزهم لدخول المنافسة بقوة. وعن أخبار محاربي الصحراء، عقد صباح اليوم الناخب الوطني جمال بالماضي ندوة صحفية تطرق فيها إلى استعدادات المنتخب الوطني لخوض رفقاء محرز أول مباراة له في هذا الكان أمام المنتخب الكيني. avec beaucoup de beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, en espérant venir ici réaliser une Coupe d'Afrique, une compétition de qualité. Évidemment. Nous avons à cœur d'aller le plus loin possible et pourquoi pas la gagner. Ça, c'est notre esprit de compétiteur, mais au même titre que beaucoup d'autres nations. On n'a pas joué contre eux, ça, on n'a jamais joué contre eux, mais je pense qu'on a regardé beaucoup de vidéos, on sait à quoi s'attendre. On a fait aussi des matchs amicaux qui correspondent à cette équipe du Kenya. Donc je pense qu'on est fin prêt pour
avant ce match, ça fait un mois qu'on se prépare. Et voilà, on a J-1. Inch'Allah, on va tout donner pour ce premier match. وللتفصيل أكثر معنا من القاهرة عبر الهاتف الزميل محمد شوماني. محمد أهلا بك، ما هي أهم المعطيات عقب الندوة الصحفية التي عقدها الناخب الوطني، وكيف هي معنويات عناصر الفريق الوطني؟ مساء الخير. بالنسبة للندوة الصحفية للناخب الوطني، كانت ندوة بحضور أغلب القنوات العالمية والعربية المختصة طبعا في الحدث، بحضور دقة التلفزيون الجزائري. الناخب الوطني تحدث عن استعداد الكتيبة الجزائرية لبداية كان مصر 2019، تحدث أيضا عن ترشيح غالبية المختصين للجزائر، وقال أن الجزائر مرشحة بحكم أنها من أقوى الدول الإفريقية كرويا حاليا، لكن في نفس الوقت تحدث بعقلانية، قال أن الفريق الوطني جاهز لخوض الغمار، لكن مع ذلك استبعد ترشيح المنتخب الوطني وقال سنلعب مباراة بمباراة من أجل الوصول إلى النهائي. رفع السقف عاليا، وايضا اكد جاهزيه اشبيليه خاصه باستكمال التعداد بعد عوده بن ناصر من الاصابه. هذا فيما يخص الناخب الوطني. ايضا قائد الكتيبه رياض محرز الدوليه الجزائريه المحترف في انجلترا في البريمير ليج قال ايضا ان اللاعبين تعاهدوا بينهم على بذل كل شيء من اجل الفوز بالمباراه الاولى التي لن تكون سهله مثل ما قال رياض محرز. بعد ذلك كل المعطيات تصب في صالح المنتخب الوطني بعد التربص الأول الذي أجراه في قطر، أيضا بعد آخر زيارة قام بها اليوم مثلما تفضلتم مع الوزير شباب الرياضة شباب والرياضة أو برناوي الذي سيعود بالمناسبة سهرة اليوم للحديث أيضا مع اللاعبين ونقل رسالة الدولة الجزائرية سلطة حكومة وشعبا لكتيبة الناخب الوطني جبل بالماضي. آخر المعطيات من القاهرة. شكرا لك محمد شوماني، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. نذكر أن مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكيني تتابعونها مباشرة على القناة الأرضية للتلفزيون الجزائري غدا على الساعة 9:00 مساء. سوق لالا عشرو بابن يزغن من المعالم التاريخية العريقة التي ما تزال إلى يومنا هذا تؤدي دورا اقتصاديا واجتماعيا مهما. الحاج إبراهيم تفجر من أقدم الدلالين في هذه السوق يروي لنا قصة هذا الفضاء الذي يتوسط القصر وطريقة عمل الدلال المعين من هيئة العزبة. روبورتاج منى مالكي. بعد فراغه من صلاة العصر بالمسجد العتيق ينزل الحاج إبراهيم لسوق لالا عشرو. رتابة أو روتين يومي اعتاد عليه منذ سنوات عديدة حتى أن اسمه ارتبط بالسوق. يعرفوني بهذا اسم مارشي. نعم وهنا المهنة نتاعي الدلال في وسط السوق، كاين 10 ولا 12 دلال اوتوريزين من الجامع. تروح قبل النهار اللي تحب تبدا الدلال تروح للجامع تدي معك واحد ضامن فيك. هون كادير كان شي غلطه ولا كاين شي اخر يعيطوا للضامن تاعك هو اللي يضمن فيك. نهار قبل نقول له راني غدوه نجيب لك الحوايج باش تبيعهم لي، يقول لي نهار هو نهار وقت نجيبهم نديهم لي. يجيب لك تبدا على باب الله الدور، كي توصل القيمه نتاع السومه نتاعها حبست تروح تشاور، كي يقول لك بيع تبدا تعيط حرج 6500 دينار حرج غادي يربح. تدي الأجرة تاعك 10% نتاع الآخر وتعطي حقه لهذاك الآخر. كي تكفر عن تأخرها على صلاة المغرب بسبب انشغالها بحفر البئر، تبرعت لالا عشرو بهذه الساحة كوقف للمدينة. منذ قرون كانت أرضاً للفلاحة، وقد أصبحت اليوم القلب النابض لقصر بن يزغن، ففيها تتم المبادلات التجارية واللقاءات. وهاد الحجرات هادو اللي راكم تشوفوا فيهم هادو كاع نتاع كل واحد نتاع الفامي تعيشوا مواليها كاع يجتمعوا العشيه شي كيما درك كاين تلفزيون كاين بكري تما الاخبار كاع يتمدوا تما. وهي ايضا وجهه لا يمكن لزوار ميزغن تجنبها. سي تري بو. المنازل رائعه، مكان جميل جدا. 1700 1750. بقي الان ان نذكر بالعناوين.
سليم العباتش أمينا عاما جديدا للاتحاد العام للعمالي الجزائريين بعد تزكيته من قبل الأغلبية الساحقة في أشغال المؤتمر 13 للاتحاد. بتعليمة من الوزير الأول نور الدين بدوي، انشغالات المواطنين والعاملين بالإدارات والصناديق المحلية محور متابعة لجنة وزارية مختصة بالوادي. وضمن فعاليات معرض الجزائر الدولي، وقفنا عند الاستراتيجية المتبعة من المؤسسات الاقتصادية الوطنية لخوض التنافسية الدولية وولوج الأسواق العالمية. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، وللتواصل معنا عناويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة. إلى اللقاء.